بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعيني. مطار نص حصان نوع هافلز، تم لفه ووجدنا هذا الخطأ، وريد وياكم نعرف الخطأ وين يصير. هسه راح نشغله يسحب 7 أمبيرات وشوية. وين نلقى الخطأ؟ راح ندقق ونشوف وين المشكلة. طبعا هاي الأخطاء تصير بكل ورشة، يصير خطأ، فأنت لازم تتبع سلسلة حتى شنو ما توقع المشكلة. السلسلة هي أول شيء نشوف مصدر كهرباء مالتنا مضبوط لو لا، بعد ما نتأكد نجي نفحص المكثف. أول فقرة نفحص بها المكثف، نجي نفحص المكثف. جهاز عندنا، لازم عندنا جهاز فحص المكثفات، نخليه على وضع مكثف ونتأكد من المكثف، لأنه أغلب المشاكل تصير من المكثف. راح نجي، هو مكتوب عليه 8 مايكروفاراد، وحتى على الماطور أيضا مكتوب 8. راح نجي نقيسه، راح نشوفه. ماكو اي مشكله بيه. هاي الفقره الاولى خلصنا من عندها. نجي الفقره الثانيه اللي هي كلش مهمه، الروتر مع الاستيتر. تعرفون يقبل الغلط الماتور، الروتر والاستيتر يقبل الخطا، فراح اخليه بوضعه الصحيح هالشكل اللي كان بيه هو. زين عيني هالشكل، ونشوف المسافه من هنايا بين الروتر والاستيتر لازم تكون مضبوطه. اذا هذا مضبوطه، هذا هاي الفقرة استبعدناها. زين، نجي الفقرة اللي بعدها نشوف اكو حالة دمج بين الرنينج والستارت. حالة الدمج لازم شنو؟ الرن يقيس واحد والستارت يقيس واحد. ايضا نرجع للأوميتر ونشوف اكو توصيل لو لا، خليه على وضع الجرس ونشوف. هاي خطوات لازم نسويها قبل ما نفتح حتى لا نوقع بمشكلة. هنايا ماكو توصيل، هنايا اكو توصيل، ده يقرا عندي 13، وهنايا يقرا عندي 35، وهنايا قلنا 13. اذا شغله الحاله الدمج يعني بين رن والستارت لازم نشوفها. ماكو اي توصيل، ماكو اي توصيل بين رن والستارت، فاذا هاي الفقره ايضا استبعدناها. اذا هسه راح ندخل بالعمق، لان عندنا مشكله بالملف. فش راح نسوي؟ نفتح التوصيلات مالته ونشوف اكو عندنا خطأ بالتوصيلات الخارجية، وبعدين ندخل على الداخلية. احتمال التقاطع مالتنا مقاطعين الخطأ. زين، لاحظ هسه شنو عندنا هنا؟ عندنا هذه الرننج. لاحظ بدايه، يجوز واضحه عندكم او لا، هاي المجموعه بدايه ونهايه. زين، اثنين طالعات منين؟ طالعات من المجموعه نفسها، المجموعه نفسها. فاذا هذا خطا. اجي اشوف التقاطع مات الرننج، وين الجوين مالته؟ هذا الستارت ما ندخل بيه، نجي على الرننج. لاحظ صاير، لاحظ مقاطعين الخانة وحدها، يعني القطب الواحد مقاطع بينه وبين نفسه، وهذا القطب مطلعين بداية ونهاية. فإذا صارت عندنا هاي المشكلة. إذا بهاي الحالة من تجي كهرباء راح تجي على قطب واحد، ولهذا ترتفع حرارته. طبعا هذا الماطور أحد المتدربين لافة وعنده صايرة مشاكل. هسه راح نعدله المشكلة ونخلي عوازل بين الرننج والستارت ونبندجه جديد، ونشوف التأثير النهائي ايش راح يصير، يتغير الأمبير ولا لا. هنا بعد ما كملنا التصليح اللي صار، راح نجي نشغل ونشوف الكهرباء مالته ايش قد. لاحظ 6/10.
نكمل الشرح حتى يصير عندنا سياقات ثابته. لو فرضا لقينا بانه التقاطعات صحيحه راح نجي نلجا الى نتاكد من التقاطعات الداخليه لكل قطب، والمرحله الاخيره نحسب الاعداد حتى نشوف احنا شغلنا مضبوط. بالنسبه لهذا الماطور اللي شفتوه الهافلز، الماطور هو نص حصان 24 مجرى، طول المجرى 4.1 والقطر 4.5، لفيناه سلك 4.5 يعني 0.45 × 26، العدد مالته 100، والملف البدء 0.35 يعني 3.5، العدد مالته 150، المكثف مالته 8، سحب عندنا نص امبير. تحياتنا لكم وشكرا جزيلا.